تركيا والسعودية اتفاق شراء 60 طائرة بايركتار إلى السعودية. في تطور نوعي كشفت وكالة رويترز أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور تركيا في إطار جولة خارجية تشمل عدة دول عربية وأوروبية مطلع يونيو حزيران القادم. وفي موضوع ذي صلة نقلت صحيفة خبير تركيا التركية أن المملكة العربية السعودية ترغب في شراء 60 طائرة مسيرة تركية متطورة في إطار التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية وتطوير آفاق التعاون فيما بينهما. ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة القول إن السعودية تشعر بالحاجة لتطوير العمل المشترك مع تركيا في مجال الصناعات الدفاعية والاستفادة من المسيرات ذات التقنية العالية التي تنتجها. وأشارت المصادر إلى أن المملكة العربية ترغب بشراء 20 طائرة مسيرة متطورة على المدى القريب و40 طائرة على المدى المتوسط والبعيد من تركيا. والعام الماضي كشف الرئيس أردوغان عن رغبة السعودية في شراء طائرات مسيرة من أنقرة دون تقديم المزيد من التفاصيل وقتها. وتصنع تركيا طائرة بايركتار TB2 وهي بنسختين، أحدها للمهمات الاستطلاعية والأخرى للمهمات المسلحة، حيث صنعت في شركة بايكار التركية التي استثمرت في هذا المجال. ودخلت بايركتار TB2 المسيرة في الخدمة لدى الجيش التركي، كما أن عدة دول اشترت هذه الطائرة منها أذربيجان وأوكرانيا وقطر وبولندا.